أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. بعد ساعات من اعتقال مدير صندوق الموساد الإسرائيلي في تركيا وانطلاقا من إسطنبول، زيارة مفاجئة تعلن تحولا إقليميا السيسي في تركيا. هذا تطور أولا يحاصر من جهة أولى إقليميا الموساد الإسرائيلي المرتقب أيضا من طرف القاهرة، لأن البروتوكولات ما بين الحكومتين الإسرائيلية والمصرية انتهت إلى حافة ما سمي بأزمة فيلادلفيا. وحاليا فإن مثل هذه الزيارة رسالة أولا إلى حفتر بأن إمكانية إعلان الحرب باسم إسرائيل ضد الجزائر وتركيا وعلى الحدود مع الجزائر على وجه التحديد، ومن ثم معركة طرابلس المعروفة والتي حاول من خلالها حفتر أن يعيد هذا السيناريو عبر رئيس البرلمان في الشرق شرق ليبيا، هذا كله يعطينا إشارات قوية. أولا عدم مشاركة مصر في أي حرب محتملة ضد تركيا تحت أي عنوان إقليميا، كان إماراتيا أو إسرائيليا. إن كان هذا هو الوضع الدقيق بالنسبة للمنطقة كلها، فإن أهم عنصر حاليا هو السعي الذي تأكد من خلال أولا إعلان أنقرة نوطام، أي 8462 على 24 داخل بحر إيجا في كل من سكاروس، وهذا يعد بمثابة إشارة محورية إلى الصراع المفتوح ضد الولايات المتحدة الأمريكية والدفاع عن المصالح الغازية لكل من القاهرة وأنقرة. ومعلوم أن النطام هذا من 9 سبتمبر وإلى 31 أكتوبر أتى لأول مرة متزامنا مع تنسيق مصري. إذن هناك تنسيق على مستوى سلاح الجو التركي لأول مرة مع المصريين، وأيضا على صعيد الاستخبارات لمواصلة الضغط على حكومة نتنياهو بخصوص فيلادلفيا، هذا المحور الذي فيه أساسا وثائق موقعة وتحاول إسرائيل اليوم الانقلاب عليها. هذه الاتفاقيات والتعاقدات يحاول الأمريكي جهد الإمكان الوصول إلى حل وسط، فيما السيسي لا يرغب تحت أي ظرف على الأقل بالتسليم بهذا الواقع. وهذا يعني تطورا مهما للغاية بالنسبة لأردوغان والسيسي لحاجة بعضهما إلى التنسيق. فمن جهة أولى لأول مرة وعبر مدارس خريجي المدارس العسكرية هناك سيناريو ما يسمى بالكماليين الجدد والعمل على انقلاب، كشفه بشكل مباشر الأتراك عبر مخابراتهم، وكان هذا بمثابة أهم ما تحدث عنه السيسي بأنه ليس جزءا من أي انقلاب في تركيا، هذا أمر واضح للغاية. المسألة الثانية بخصوص بحر إيجا، فعشية الزيارة كان هذا النطام الذي اعتبر بمثابة محور فيلادلفيا آخر لا يمكن لتركيا أن تتنازل عن حقوقها تماما، كما يدعم الأتراك عدم تنازل مصر عن محور فيلادلفيا. هنا يتضح أن المسألة تتعلق بأولا اتفاق بشأن الأداء الاستخباري، هذه زاوية. الزاوية الثانية بالنسبة للإجهاض الذي هو متوقع بالنسبة لمحاولة الانقلاب التي أشرف عليها الموساد الإسرائيلي انطلاقا من ضباط المدارس الخريجين الجدد،
وهذا كله أضاف إلى هذا التعاون المزيد من الإقرار أولا بمنع مساعدة أي من الدولتين لأي تحول عسكري، وهذا يفيد السيسي أيضا مع سياساته، خصوصا وأن المجلس العسكري الأعلى للقوات المصرية أصبح الآن بدون أثر بعد التعيينات الأخيرة في وزارة الدفاع ورئاسة الأركان. إذن السيسي يمنع أي مساعدة محتملة من تركيا لانقلاب أو تحول عسكري بخصوص ما يجري في مصر، فيما مصر أيضا كشفت للأتراك عن عدم مساعدة إسرائيل في أي انقلاب ويسمى انقلاب الضباط الجدد الخريجين الجدد للمدارس العسكرية التركية، وظهر ذلك واضحا في تقريرين على الأقل. إذن هذه الوضعية الدقيقة للغاية جعلت أولا من أردوغان والسيسي في مواجهة الموساد الإسرائيلي، وهذا مهم جدا لأن كل الاتفاقيات السالفة ما بين إسرائيل وما بين مصر والتي حرصت عليها مصر بدقة وبحرفية نادرة، اليوم هناك محاولة لتجاوز إسرائيل لما اتفق عليه، وبالتالي فالانقلاب على الاتفاقيات قد يكون سنة جديدة لإسرائيل من أجل استعادة دورها الشرق أوسطي والإقليمي عموما. فمنع الانقلاب في تركيا وأيضا في مصر مع مواجهة مصر لتطورات معركة محور فيلادلفيا، وأيضا بالنسبة لتركيا في مواجهة الموساد الإسرائيلي، جعلت من هذا التنسيق تنسيقا ضروريا براغماتيا مرحليا ولحظيا، وقد يكون له بعد ما بعد تكتيكي، أي قد يصبح استراتيجيا كما وعد أكثر من محلل إخباريا للدي آي إيه. فالدي آي إيه في الفقرة الثانية من تقريرها اليوم الثالث من سبتمبر كان الأمر واضحا بأن التقارب المصري التركي قد يكون على حساب إسرائيل، وهنا تقول الدي آي إيه بأن مثل ذلك قد يقلب أيضا كل خارطة الشرق المتوسط خصوصا بالنسبة للغاز، ومجرد إعلان النوطام بهذا الخصوص وإلى 31 أكتوبر مع تمرير كل ما يتعلق باحتفالية 7 أكتوبر، هذا يعني الكثير بالنسبة لحالة الطوارئ المحتملة خصوصا على صعيد الاستخبارات في عدم الوصول إلى قادة حماس، وهذا يعد خطا أحمر. لكن الإسرائيلي يود أن يكون الاغتيال القادم في إسطنبول لأسباب عدة، لكن بالنسبة لتركيا تجعل التحدي حقيقيا ليس فقط أمام هذا التعاون التركي المصري على صعيد محاصرة عمل الموساد الإسرائيلي إقليميا، إنما الآن بشكل واضح في سوريا، فالمخابرات المصرية تود أن يكون لها الدور الحاسم أيضا في سوريا، والموساد الإسرائيلي ممنوع عبر تركيا من العمل في سوريا، وهذا قرار مباشر وواضح يحاول من خلاله أردوغان الوصول إلى محاصرة الموساد الإسرائيلي كما ذكرنا، وهذه معركته ليس لحماية قادة حماس وإنما أيضا لمنع انقلاب في تركيا ولحسابات أخرى داخلية وإقليمية. في نفس الآن فإن تركيا تدعم معركة مصر في فيلادلفيا، وهذا كله في صالح حماس في هذه المرحلة، ويعتقد على الأقل الإسرائيلي بأن مثل هذا التعاون ليس سوى طوق نجاة لحماس وللسنوار وقيادته في هذه المرحلة، خصوصا وقد اتخذ
قرارين هامين للغاية. من جهة أولى العمليات الاستشهادية، وثانيا الاشتباك المؤدي مباشرة إلى اغتيال الأسرى لدى حماس، وهذا أمر متوقع لأن إطلاق النار في أي عملية تحرير أصبحت الآن جزءا من الكود الذي يعمل عليه الآن كل من السنوار وباقي الإقليم، خصوصا وأن التحدي الآن في ما سماه الإسرائيلي وفي آخر تقرير تطويق كامل لإسرائيل ولحركتها في الإقليم، لأن إيران أقرب الآن إلى تركيا، فيما تركيا ومصر حاليا يستطيعان أن يحيطا بهذه الدائرة وأن يكون جزءا منها، جزءا حاسما تقوده إيران ثم تركيا ومن ثم مصر والقوى الثلاث قد يكون لها ما بعد تعاونها، لأن هناك اعتبارات حاسمة للغاية في هذا التطور الرئيس الذي يعمله على أكثر من جهة وله أيضا أبعاد حاسمة. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.